تمكنت منظمة الصحة العالمية من إجلاء عدد من مرضى الأورام السرطانية من شمال قطاع غزة ونقلهم إلى جنوب القطاع إلى مستشفى الناصر، حيث ينتظر أن يتم التنسيق لهم للخروج من القطاع للعلاج في الخارج. هذه واحدة من العائلات التي تمكنت أخيرا من الخروج من شمال القطاع. قديش قعدتوا تنتظروا أنتوا لحتى تطلعوا، وكيف صارت عملية التنسيق؟ احنا تواصلوا معنا منظمة الصحة العالمية وحكوا لنا انه سيتم اجلاء الاطفال مرضى السرطان للعلاج في الخارج، فانا يعني ما صدقت انه كيف معبر رفح مسكر وسيتم الاجلاء، ولكن حكوا لنا سيتم الاجلاء عبر معبر كرم وسالم لاول مرة، حكينا له ان شاء الله. توجهنا لمستشفى المعمداني، انتظرنا يعني من الساعة 7:30 للساعة 4 وإحنا بننتظر إنه سيارات الإسعاف تيجي واليو أن طبعا أجوا سيارات الإسعاف، فيعني أخذونا ويعني مشينا، وبعد مشينا يعني انتظرنا كتير في الحواجز، قعدنا من الساعة 4 للساعة 10 وإحنا بننتظر يعني في قلب سيارات الإسعاف. معاكي برضو طفل مصاب بسوء التغذية؟ نعم، معي طفل مصاب بسوء التغذية، أمجد القانوع، عمره 3 سنوات ووزنه الصحي 5 كيلو، عنده مرض برضو بارتر سيندروم، نقص في البوتاسيوم ونقص في الصوديوم. طبعا هذا يعني سببه أنه قلة التغذية، قلة العلاج، ما في أكل في الشمال، ما في شرب في الشمال، يعني مجاعة مجاعة يعني لا توصف في الشمال. ألف سلام عليك. ما سمح لهم هو عدد محدود جدا في قطاع غزة، هناك أكثر من 10,000 مريض بالسرطان بيحتاجوا لجلسات علاجية غير متوفرة، بيحتاجوا إلى الخروج إلى الخارج للعلاج. كذلك هناك آلاف الجرحى الذين أيضا هم على قوائم الانتظار، أيضا بينتظروا الخروج من قطاع غزة للعلاج في الخارج، وهناك حالات فقدت حياتها بسبب عملية الانتظار هذه الطويلة، لأنه سلطات الاحتلال سيطرت واحتلت الجانب الفلسطيني من معبر رفح منذ أكثر من شهر، وهذا منع خروج عدد أيضا من الحالات، وكان عدد محدود في وقت كان المعبر فيه مفتوحا. صالح الناطور من مستشفى ناصر من جنوب مدينة خان يونس، التلفزيون العربي.